من أجمل ما يمكن أن تقوم به هو زرع شجرة، فكيف إذا كانت هذه الشجرة ستعمر لآلاف السنين بتواضع يليق بها؟ شجرة الزيتون، نبتة السلام والخير والضوء والعطاء. عن شجرة الزيتون ومدلولاتها الثقافية والاجتماعية والإنسانية في مجتمعاتنا، وعن الإرهاب البيئي الذي يهدد هذه المفاهيم بقوة تتساوى مع كل أنواع تهديدات الإرهاب الأخرى، تنطلق رحلتنا اليوم. أهلا بكم على متن مترو. اقتلع من الانتفاضة الثانية حتى الآن أكثر من 3 ملايين شجرة بفلسطين، وهي مرصودة بطرق ممنهجة. بطرق ممنهجة. شجرة الزيتون هي شجرتنا الحضارية، هي من القدم، هي الملتصقة بالأرض، هي الشجرة المعطاءة. شجر هو ارتباط الإنسان بالأرض، إذا طلع الشجرة من الأرض الارتباط بيضعف. لا شيء يفوق الفرح الذي يولده العمل الجماعي، الفرح بإنجاز التعاون المبني على المحبة. ربما تكون هذه الكلمات كبيرة بعض الشيء، لكنها بالفعل حقيقة مشاعر فريق عمل مترو، عندما تطوعنا اليوم كامل مع جمعية ممكن في يوم سمته مد يد العون لمساعدة المزارعين في قطاف محصول الزيتون في جنوب لبنان. من لبنان عين الكاميرا. يعني شجرة الزيتون تعني للإنسان بكل وقت وبكل زمن بكل مكان هي الارتباط بالأرض، هي الشجرة المقدسة. نحن اليوم بعبا منزور كل سنة عائلة، هلأ الغلة هي زيتون، نفرط الزيتون ونساعد زميل لنا عنده زيتون كتير، نحن جايين نمد له يد العون. الأشياء بتاخد مجهود، بتاخد عرق، بتاخد انتماء، بتاخد التزام، كل هاي دولة كتير مهمين تا يقدر هالمواطن يحس أنه هو لما عم يتطوع مش بس عم يتطوع تيفيد، هو عم يستفيد بالمقابل. منطقة آمنة، منطقة مريحة، منطقة نقدر نصلى بسهولة. نحن وصلنا. شجرة الزيتون هي شجرتنا الحضارية، هي من القدم، هي الملتصقة بالأرض، هي الشجرة المعطاءة، هي الشجرة يلي بيسموها فلس الأرملة. شجرة الأرملة هي ما بدها أي جهد، بس هي معطاءة، مثل ما أرضنا كريمة هي كريمة. الشجرة مهمة كتير بالنسبة للطبعا الزيت اللي بتعطي، وهذا ما في خلاف عليه بقيمته يعني الغذائية وجودته، لكن بالنسبة لقيمته المادية عنا ما في قيمة مادية، لأنه كلفته عالية كتير وثمنه رخيص وتصريفه صعب. حسين ترحيني أستاذ بالتعليم ثانوي سابقا ومزارع بالضيعة حاليا، زميلي الأستاذ شريف رمي المدير مدرسة الدوار الرسمية الابتدائية سابقا ومزارع حاليا، وساعدنا الأيمن بالزراعة. ومن الزيتون بتقدري تعملي، بتقدري تضوي، بتقدري تاخدي الزيت، بتقدري تاخدي الزيتون، بتاخدي الصابون، هي عبارة عن ممول لعائلاتنا نحن.
ومن هيك العالم بتعيش من وراء الزيتون، وفيها كل الناس تعيش من وراء عيالها بالزيتون، والزيتونة هي عادة بتجمع أهل الضيعة، الضيعة كلها بتنلم مع بعضها وبتنزل مع بعض بتشارك، وبيروحوا من أرض لأرض بيفرطوا زيتونات بعضهم، لأنه هيدا المهم، والزيتونة بدها تجمعنا. ويلي عم بيصير هلأ أنه عم يجربوا يقتلعوا الزيتون تيقتلعوا حضارتنا، ونحن كل مننا عم نتمسك فيها وعم نقول هي شجرة البركة، هي شجرة الخير. لسبب بيقطعوا الزيتون للفلسطينية، مش بس الزيتون، الشجر هو ارتباط الإنسان بالأرض، إذا طلع الشجرة من الأرض الارتباط بيضعف، لأنه هالإنسان المربي هالشجرة وعيش، خاصة إذا كان عيش منها فالليح ممكن تشكل له حياته. كل ما يعني الشعب الفلسطيني، كل ما هو مرتبط بتاريخ الشعب الفلسطيني بأرض فلسطين، عم يحاولوا اليهود يقلعوا الصهاينة تحديدا، يعني كان عم يقولوا على الإنسان. ايه قلع الإنسان، الهدف الأساسي قلع الإنسان، يعني تم هيد لقلع الإنسان. واضح طبعا، لأنه هي بتشجع الإنسان على الارتباط بالأرض، ويمكن هي يمكن أكرم جهة عليها من كل الناس، وتساعده على الصمود لا شك في ذلك، وهي يعني تمده حتى بالحياة. أنا هون اليوم كرمال بدي شوف الشغل هون مع الزيتون وكيف بعملوا الزيتون، والشغل كتير كتير حلوة بس كتير صعب كمان. It's nice to be here and to do something connected to the real life, and something we can feel we are active in something, and something good for others. I like the picture I have now, that I'm on the ground and that there are human beings and trees in between. I don't know, it's a nice melt of human being and nature. It was clear for me that it was a symbol of resistance, of life, of peace as well. حاولت إنه رجع الذكريات اللي كانوا لما كنت صغيرة، لأنه هلأ أخصصي أنا هلأ بالجامعة وكله درس، فهيدي فرصة كتير حلوة إنه أرجع للزيتون اللي كنت أنا شارك فيه لما كنت أنا مع أهلي. أكثر شيء بتذكر الزوادة. كنا نجيب لفات وهيك، كنا كثير نشتغل ونطلع ونطب الزيتون، وبالآخر يعني ما نصدق على إمتى نخلص اللي شغلاتنا وزيتوناتنا لنروح ناكل نشرب ونروح على البيت، وأهلي بيروحوا على المعصرة. بتحسي بتعبك إنه أنت عملتي شيء، إنه أنت طلعتي شيء من الأرض، عملتي منتوج، بخصوصي إنه الزيت شيء كتير مهم بالحياة، لأنه هذا زيت الزيتون خصوصي عند اللبنانيين إنه تقريباً بكل طبخة في زيت زيتون، فكتير حلو إنه أنت تشاركي بهالعملية، عملية إنتاج زيت الزيتون. قد ايه مهم جيلنا نحن شباب، ما كتير يمكن يعني أكتر حياتنا بالمدن صح. قد ايه مهم طاف الزيتون اللي اليوم صارت مهمة للتواصل بين الأجيال؟ أكيد، يعني مثل ما بيقولوا إنه أكيد إنه فيها الجاب بين الأجيال، يعني يمكن الزيتون هي الوحيدة اللي تجمع بيناتهم أو بتخفف أو بتخلص هيدي الفجوة. زيتوني شلوشة عادة بتغمق بالأرض، لما بتغمق بالأرض يعني هي عم تلتصق، عم بتقول للكل أنا هون وأنا موجودة، وحتى لو رمزيا شلتوني أنا بعدني ماسكة فيها، يعني هي جزء من الناس، جزء من حياة الناس.
بعد أن شاهدنا كيف لشجرة الزيتون أن تلم الشمل وتكون مصدراً لإحلال روح التعاون والبركة، يتوجب علينا الحديث أكثر عن العوامل السلبية التي تهدد هذه الشجرة وفي مقدمتها الإرهاب. يسرنا أن يكون معنا على متن الرحلة المهندستان السيدة رزان زعيتر والشابة لين جبري. أهلاً بكم معنا اليوم. أبدأ معك سيدة رزان، أنت مهندسة زراعية وفلاحة، هكذا تعرفين عن نفسك، من الأردن. طريقتك المثلى في خدمة المجتمع والقضية التي تؤمنين بها كانت من خلال تكريس كل حياتك لخدمة الأرض منذ أكثر من 15 سنة. يعني أسستي جمعية العربية لحماية الطبيعة وتحاربين وتقاومين من خلالها. صح. نعم. لين جبري، أنت شابة لبنانية مهندسة أيضا ولكن معمارية، مخططة مدنية أيضا، ومنضمة لمبادرة للمدينة، وهي مبادرة من شباب مدينة صيدا في لبنان. أهلا وسهلا فيك معنا. أبدأ معكم يعني من شجرة الزيتون. هذه الشجرة لها كتير دلالات إنسانية واجتماعية في مجتمعاتنا، شو اللي بيميزها عن غيرها سيدة رزان؟ شجرة الزيتون هلأ حكيتوا عليها بالفيلم أشياء جميلة جدا، هي بالنسبة لهاي المنطقة هي حياة، والمثل المنطقة بيقول خبزي وزيتي هي حياتي، فهي عامل مهم بأمن الغذائي، هي في الطب مهمة جدا، لها قداستها بكل الأديان الموجودة بالمنطقة. بمنطقتنا بالذات سوريا الكبرى هي منشأ هذه الزيتون، وأقدم شجرة زيتون هي وجدت في هذه المناطق، فبالنسبة لنا هي حياة، هي أهميتها بتتحمل الظروف المناخية القاسية جدا، تتحمل العطش، هي أطول الأشجار عمرا، هي مش بس رمز، هي وثيقة تاريخية بتأرخ وجود الشعوب في هذه المنطقة، عشان هيك هلأ هي تقتلع عشان يقتلع التاريخ ويقتلع ارتباط الناس بالأرض مثل ما تحدثوا بالفيلم. يعني نعم، رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع، لكن بدي أسأل لين، وهي تطوعت معكم بفترة من الفترات كمان يعني جمعية العربية لحماية الطبيعة. لين، عم نشوف العمل البيئي دائما بأغلبه تطوعي، لماذا؟ يعني ما في، لماذا تطوعي؟ اللي هي مشكلة، مشكلة إنه العمل البيئي هو تطوعي، لازم يصير العمل البيئي لنقدر نتطور ونوصل لمحل، يصير العمل البيئي هو جزء من حياتنا اليومية، يعني لازم يصير لازم يتمأسس، يعني لازم تصير علاقتنا بالأرض من قبل الحكومات، يعني حتى بحياتنا الفردية في حياتنا اليومية، يعني لازم قطاف الزيتون أو نزرع شجرة حد بيتنا أو يصير جزء من حياتنا، يعني لنقدر نرجع نزرع جذورنا بهاي الأرض، يعني نقدر نرجع نبني علاقة مع الأرض لنقدر نستمر بالحياة الواحد يلي ما عنده علاقة مع أرضه ما له روح، ما عنده علاقة مع امتداد تاريخه، يمكن بيموت مع الوقت، بتموت ثقافته، بتموت يعني وجوده، ببطل الوجود. نعم، كلمة الإرهاب البيئي سيدة رزان هي كلمة يعني يمكن شباب جيلنا أو حتى الأجيال السابقة ما كتير بتعرف شو بالضبط بتضم هذه الكلمة، كيف فينا نشرحها اليوم للمشاهد؟ التدمير البيئي هو نوع من الإرهاب بنظرنا إحنا، الإرهاب اللي بيهدد الحياة، وعشان هيك إحنا منظمتنا قامت على حماية موارد طبيعية في الأردن وفلسطين ولبنان وكل الوطن العربي من الاعتداءات على البيئة والزراعة والموارد الطبيعية. فإحنا بالنسبة لنا بفلسطين اقتلاع الأشجار هي وسيلة لاقتلاع البشر، وتدمير المياه وتدمير الأبيار وتلويثها هي كلها ممارسات إرهابية بيئية يغض النظر عنها في المحافل الدولية، فإحنا بنحاول نعيد تأهيلها، وبنفس الوقت عم نحاول نضغط على المنابر الدولية ياخدوا سياسات لحماية هاي الموارد. نجحتم مؤخرا في نعم هذا الموضوع، حققنا نصر كبير، خبرينا عنه أكثر. نعم، نصر كبير. إحنا برأينا صرنا تستغرب حوالي 12 سنة يمكن عم نحاول نقنع المنظمات الأمم المتحدة بضرورة حماية البيئة والموارد الطبيعية في ظل الصراعات والحروب والاحتلال،
كانوا دائما يقولوا لنا هذا موضوع سياسي وما بنتدخل فيه وكذا. فعبر عناد مجتمع مدني عربي بالتعاون مع مجتمع مدني دولي كوننا مجموعة اللي هي مجموعة سميناها حماية البيئة والأمن الغذائي في ظل الحروب والصراعات. فآخر 4 سنين كنا وافقت الأمم المتحدة أنها تعمل برنامج عمل لحماية هذه الموارد في ظل الصراعات والحروب. وآخر 4 سنين كنا إحنا المفاوض الرئيسي باسم المجتمع المدني العالمي في هذه الوثيقة. ولأول مرة تصدر وثيقة هيك عن الأمم المتحدة ويصدر ذكر الاحتلال فيها 4 مرات، وهذا كان شيء ممنوع. ولما بيكون احنا متعلم لغه التفاوض الصحيحه بيسمعونا وبيحترمونا العالم يعني. وفعلا باكتوبر هذا العام الفائت صدق على هذه الوثيقه واطلقت، وكانت مصدر فخر لجميع الدول بما فيها الدول العربيه والاسلاميه والاوروبيه والى اخره. نتمنى نقدر نتابع حتى تطبق يعني ان شاء الله، ومصدر فخر لنا كمان يعني. بالفعل فينا نعرف شوي اكثر عن هذه الوثيقه، يعني ما هي البنود اللي حققتوها، كيف ممكن نحن نحمي الامن الغذائي من خلال هذه الوثيقه؟ يعني في هذه الوثيقة مثلا احنا اكدنا انه يجب لحماية الامن الغذائي ان تنظري الى الاسباب الرئيسية التي ادت الى هذه الصراعات والحروب. يعني المطامع، السياسات الاستعمارية مثلا، هذه كانت ممنوع التحديث فيها. بحثنا موضوع انه احنا لا نريد فقط دعم الصمود، والان كلمة الصمود هي موضة، إنه الصمود أو كليشيه. إحنا لا نريد أن ندعم الصمود فقط، أن تحملوا. نحن نريد أن ننهي حالة الصراع وننهي حالة التدمير والمعاناة، ونريد أن نعود بالموارد إلى أصلها وإلى. فقصة الصمود هاي حطينا عليها علامة سؤال كبير، وصار في نقاش كبير عليها، إنه مش بس صمود و إنقاذ وعودة إلى الصح يعني إلى الأصل، وإنهاء وضع سيء يعني موجود. مثلا كمان إحنا طرحنا موضوع أنه يجب أن تعزز نظم الزراعة والإنتاج في البلاد نفسها، مش أنه مثلا تيجي منظمة الأغذية اللي بتيجي بتوزع أكل في ساحات الصراع. إحنا بدنا المزارعين هم يزرعوا، ولازم ندعمهم هن يعتمدوا على حالهم، مش انه تكون مثلا خيريه فقط. يعني انه مثلا نحن بنحاول ان نجيب شبك للصيادين لما يحرقوا لهم الشبك الصيد، بنحاول نجيب بذار، بنحاول نجيب اشتال، مش توزيع مؤن، عرفتي؟ يعني هي فكره السياده على مواردنا، هي هذه اهم شيء لحمايه طبيعتنا. السيادة على الموارد الغذائية كلها كمان بلبنان مهمة كتير لين، ما هيك؟ وخصوصا يعني لبنان اليوم وضعه البيئي شو فيني أسألك يعني، شو بتخبريني عن هالموضوع؟ عشان هيك أنا رأيي أنه الموضوع ما أنه محدود بالاحتلال وفلسطين، هو الموضوع أكبر بكتير من هيك. غير أنه هي الأرض وحدة وفي امتداد بس الشيء اللي عم بيعيشه لبنان واللي عم تعيشه المنطقة هو بيشبه شوي شو عم بيصير يعني الناتج عن الاحتلال عم بيكون نفسه الناتج اللي عم بيصير عم يمتد بلبنان. لكل يعني الفلاح عم بينقلع من 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 مناطقه، عم بيضطر يعرض أرضه للبيع أو يفرز أرضه حتى، وبيتحول من فلاح لتاجر أراضي. لشي ما بيشبهه تاجر أراضي. وبالفعل يعني كل الناس اللي كانوا عم بيشتغلوا بالزراعة صاروا عم يبنوا، وهذا ناتج عن نظام عالمي، منه بس بوجهه بمحل بفلسطين والاحتلال. بلبنان هو الحداثة والنظام الحديث العالمي اللي عم بيغير كتير. مزبوط. وفي كمان إملاءات دولية من الممولين العالميين لدولنا إنه تهمش الزراعة. فبتلاقي وزارة الزراعة في كل بلداننا العربية مهمشة، مش سيادية، وزارات ثانوية.
الزراعة ينظر إليها كأنها مهنة أقل من المهن الأخرى. ففي عندك مع الأسف جهل وتواطؤ من قبل المجتمع الدولي، بس منطق بس لا، في فرض من المجتمع الدولي الممول لدولنا انه احنا بنمولكم بس اشتراط حيدولنا عن الزراعه، احنا بنبعث لكم قمح، احنا بنبعث لكم. هلا مستي بدي اسمع رايي لين، انت بتشتغلي بتخطيط المدن. صحيح. اليوم مدن لبنان ما فيها، يعني انا عايشه ببيروت ما في ولا شجره تقريبا، ما عم لاقي شيء. ليش ما في شجر؟ ما لبنان ما عم يشبه حاله اذا بنطلع بصوره من قبل، مع الاسف. شو الحل؟ واللي كان اذا انا بعرف، لاني ساكنه حاليا بصيدا، والجميل بصيدا انه الزراعه كان جزء منها، يعني جزء من الحياه المدينيه لحديت هلا. بعدها يعني بعد في بساتين بصيدا، وبعد في زيتون بصيدا، وبعد في، بس عم بيختفي كثير بسرعه، لانه طبعا ما في سياسات تحافظ على هاي الشيء. ما في سياسة مثلا انه في فكرة الامن الغذائي جوا المدن، انه نحن بمدينة فينا ناكل ونشرب من نفس ارضها، يعني فينا نستعمل الحمضيات والاكاديميا تبع البساتين اللي بصيدا، وفينا ناكل الزيتون تبع البستاني اللي مش كتير بعيد عن بيتي، واللي هاي عم تختفي لانه ما في اصلا هاي النظرة. المشكلة بالثقافة، رح نحكي أكثر عن ثقافة شعوبنا بما يخص هذا الموضوع، ولكن دعونا نتوقف مع فاصل ونتابع. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، والرحلة مستمرة. لين، خبرينا أكثر عن مبادرة للمدينة، واللي هي مبادرة من قبل شباب صيدا لحماية مدينتهم أو تجميلها مثل ما قلتي لي. هي مش بس تجميل، هي مشكلة من شباب قاطنين ساكنين بصيدا من صيدا الكبرى، يعني بس نحكي صيدا عم نحكي مدينة صيدا مع ضواحيها، مش بس بحدود البلد يعني. وهي مجموعة شباب متنوعين كتير. شو هدفهم؟ بهدفهم انه بيطمحوا انه يبنوا مدينة يقدروا يعيشوا بحياة كريمة فيها، بمعنى انه مدينة يكون فيها اماكن عامة، مجال للمشاة ليقدروا يمشوا بطريقة سلسة، مواصلات عامة، كل هدول القصص، بس تكون على أساس مبنية على هيكلية الطبيعة. يعني الطبيعة تصير هي الهيكل تبع المدينة. لا أشرح لك شوي أكثر شو قصدي بهالموضوع. بالأصل من زمان، قبل الحداثة، ما أجت على أخذت بلادنا إذا بدك، وكل العالم يعني الحداثة بالمعنى السلبي، عم نحكي المودرنزم، يعني الحداثة، المودرن اير، يعني بعد كانت المدينة دائما، المدينة والقرى دائما مبنية على أساس الطبيعة، يعني دائما تلاقي المدينة يا حد نهر، يا بتستفيد من ماء نبعة كتير مقدسة، تجمعات السكانية، الناس تروح النبعة بتبني بيوتها حسب التوبوغرافيا، حسب دائما التضاريس تبعون، يعني التضاريس تبعون المنطقة هي الأساس لكل شيء. بقى الطبيعة والمدينة والعمران بيتماشوا مع بعض، متناغمين مع بعض إذا بدك. هلا اللي عم بيصير إنه الهيكلية تبعيت الطبيعة عم تتدمر وما عم تتاخد بعين الاعتبار، واللي بيسبب بعدين مشاكل وكوارث، يعني كوارث طبيعية، وغير إنه البشر عم بيصير عندهم، عم تتدمر علاقتهم مع أرضهم، يعني عم بت
ونحن في بعد يعني بصير في بعد. نحن هدفنا نرجع نرمم هاي العلاقه ويكون الهيكليات هاي ترجع نرجع نعيد ترميمها يعني الانهر نحافظ عليها تصير هي الممرات العامه تبعيتنا تصير الزراعه جزء من المدينه يعني الاربن اجريكلتشر اللي هي شيء موجود يعني منه انه تصير جزء من 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 كيف بنتخيل المدينه وكيف بنحب نعيش يعني كيف كمان يعني هدفنا انه يصير مش واحد يلغي الثاني. نعم. يعني يتماشوا مع بعض. نعم. سيدة رزان كان الهدف الاساسي لكمان تاسيس جمعيه يعني العربيه لحمايه الطبيعه مثل لين انه بمبادره وصارت كبرت وصارت كبيره كثير. السبب الرئيسي كان ما يحصل في فلسطين او في بلدك الاردن او شو السبب اللي خلاكي تقومي بهيدا الشيء؟ السبب الأساسي للبدء المشروع هو فعلا اقتلاع أشجار الزيتون في فلسطين. رصدنا مرة كانوا عم بيقتلعوا شجرة في الدقيقة في فلسطين والتدمير الزراعي والموارد الرزق يعني. فبدأنا حملة لإعادة زراعتها وبدأت في شعار يقلعونا شجرة نزرع 10 وهلأ صرنا زارعين مليونين شجرة بها 12 سنة وبدأنا بالمليون الثالث. بس لما دخلنا بموضوع فلسطين وجدنا أنه الأمن الغذائي العربي كله مهدد وكله مهمش ووجدنا أنه مش ممكن نقدر نوصل لأمن غذائي حقيقي إلا إذا كان صار في تكامل فصرنا نسعى للتعامل مع المنظمات العربية الأخرى وأسسنا شبكة كبيرة اسمها الشبكة العربية للسيادة على الغذاء فيها 49 منظمة مجتمع مدني ونقابات واتحادات فلاحين وصيادين ومزارعين ورعاة حتى نضغط على سياسات دولنا تعمل تكامل زراعي اقتصادي حتى تصير سيدة على مواردها وعلى زراعتها وعلى أمنها الغذائي فهي بلشت فلسطين وطلعت ولكن دائما بوصلتنا فلسطين دائما. نعم في شغلة ذكرتيها الآن وذكرتيها يعني من قبل كمان أنه معدل شجرة واحدة تقتلع كل دقيقتين هلا قلت لي دقيقة هي دقيقتين أو يعني كل دقيقة شو هيدا الشيء صحيح لحد اليوم في اقتلع من الانتفاضة الثانية حتى الآن أكثر من 3 ملايين شجرة بفلسطين وهي مرصودة بطرق ممنهجة تبدو عفوية ولكنها إذا إحنا لأنه تابعنا وصرنا نتابع وجدنا أنه هناك في خطة ممنهجة لتفريغ فلسطين من شجر الزيتون فكيف بكل المناسبات يعني احنا مرة سميناها حرب زراعية بين الفلسطينيين المزارعين وبين المستوطنين في اقتلاع شجر في حرق شجر حتى المستوطنين حسيناهم شوي غاروا من حملتنا صاروا بيركضوا على أراضي بيزرعوها حتى يتملكوها فمرات تحسي في سباق وفي ناس كتير استشهدوا هن عم بزرعوا وفي ناس كتير استشهدوا آخرهم أبو عين اللي استشهد هو عم بزرع شجر زيتون. نعم نعم كما قلتي لي ذكرتي كلمة سباق أنتم في سباق لتزرعوا قبل لتزرعوا بساتين قبل ما تصادر يتم مصادرة بساتين غير مزروعة أو ما هي الخطة بالضبط؟ في قانون قديم عثماني بيقول قبل ما يجي الاحتلال إنه الأرض الغير مستغلة تقدر الحكومة تأخذها وهذا هو يعني قانون جيد حتى يشجعوا العالم تستثمر بأراضيها وتزرعها فإجا العدو الصهيوني عم بيستعمله لا يعطي لحاله مبرر ليش عم بيصادر أراضي إنه أنتوا صاركم 3 سنين مش عم تزرعوا هاي الأرض أصلاً هو مش عم بيسمح لهم يوصلوا للأرض فهو لا عم بيسمح لهم يوصلوها أو يزرعوها وعم بيستعمل قانون إنه أنا بدي أصادرها إذا لم تزرع فمرات بيكون في لما بيسمعوا المزارعين إنه في أرض ستصادر لهذا السبب بيسهروا طول الليل حتى يزرعوها وطلع الصباح والأرض مزروعة بحملات تطوعية طيب خبريني عن المزارع عبد الرحمن قاسم اللي شارك معكم وكان ضيفكم في الحفل السنوي الأخير اللي صار من أشهر تقريبا يعني أشهر قليلة من شهرين نهاية نعم قصته كتير مميزة يعني عبد الرحمن فيكي تحكي لنا يا هيك باختصار شوي عبد الرحمن بطل فلسطيني عربي مقاوم هو بمستعمرة بتقيل أرضه
استولوا عليها، رفع قضايا، تهربوا منه، هددوا، ضل 30 سنة عبر كل الوسائل المتاحة وصرف كل ما معه فلوس لحتى بالآخر تدخلوا قضاء ومحامين وإلى آخره رجعوا له حق في أرضه. لما طلع القرار اتصل في مسؤول من السفارة الأمريكية وعرض عليه جوازات سفر له ولكل أبنائه، ومبلغ كبير كمان، ومبلغ حوالي 28 مليون دولار ثمن لأرضه، هاي 8 دونم، ورفض. فنحن بحفلنا السنوي عادة بنجيب ضيف مميز يتكلم على لألف مشارك، هيئتنا العامة حوالي 1000 بحضروا كل سنة بيحضرونا، فكان هو ضيف الشرف وتكلم عن تجربته، وإحنا حسينا أنه عبد الرحمن قاسم يمثلنا جميعا، يعني يمثل الإرادة والنصر في النهاية. احنا بنوجه له تحية من يعني برنامج مترو قناة الميادين ولكل المقاومين اللي مثله. خلينا نشوف صورة مع بعض على الشاشة، هي صورة لمرأة يعني تحتضن الزيتون، وهذه الصورة انشهرت كتير يعني على السوشيال ميديا وبكل محل. انت شو بتحسي لما تشوفيها؟ يعني هاي صورة مؤثرة جدا جدا. أول ما طلعت هاي الصورة احنا اتصلنا في هاي السيدة ودعيناها كمان تكون ضيفتنا الشرف، واعتذرت، وكان سببها يعني انه مش رح تقدر تترك في الربيع لانه هي عم تطعمي الغنم تبعها وفترة ازهار وكذا. فهي سيدة لا تريد الشهرة، هي سيدة من قلبها عم بتبكي شجرها، بس مثل هاي السيدة ستزرع غيرها وغيرها وستصمد في الارض واحنا كلنا معها. لين تحبي أنا شايفة حاطة حلق يعني زيتون، صحيح؟ عندك علاقة خاصة مع الزيتون؟ يعني علاقتي مع الزيتون هي لأنه مثل ما حكينا أنه هي الشجرة اللي بتمثل بلادنا، بتمثل هاي المنطقة، وبس لا تشوفي شجرة زيتون صامدة يعني بتعطي أمل، يعني هو الشجرة اللي بتطلع عليها وبتحسي إنه بعد في أمل، بعد في أمل للواحد يرجع يبني حاله. برأيك حكيت عن عفوا على المقاطعة، بس حكيت عن اقتلاع الأشجار وفي طرق ممنهجة. برأيك شو الهدف الحقيقي من هذا الموضوع بالنسبة للاحتلال؟ هل هو اقتلاع الفلسطيني من أرضه انتمائه، أم الاستيلاء على الأراضي؟ شو يعني شو الهدف الأساسي أو الهدف الأكبر والأول؟ عم تحكي بالنسبة لفلسطين، أكيد ممنهج بفلسطين. هي القصة بفلسطين كتير واضح، الأمور كتير واضحة. هي القصة نجرب نشوف كمان إذا باقي المنطقة هالقد ممنهج الموضوع ولا لا. ممنهج زيتون، إنه ممنهج قلع الزيتون وتهميش الزراعة وتهميش الاعتماد علينا في إنتاج غذائنا، الأمن الغذائي، يعني تهميشنا في الحصول على غذائنا. كيف فينا نعزز هاي مش بس الثقافة؟ لا كنت بدي أقول بس بالنسبة للنقطة طبعا بتحكي عن الليلين، إنه اقتلاع الإنسان، بس كمان محو تاريخه. يعني هلأ في شجر معمر عم يقتلع ويسرق ويزرع في مستوطنات الحديثة تبع العدو الصهيوني، بزرعوه. يعني يقتلع مثل ما هو، لأنه زيتون هو من الشجر القليل كتير في العالم الذي ينقل في هذا العمر. يعني لو الشجرة عمرها 500 سنة بتقدر تنقليها وبتعيش، الشجر الآخر بيموت، كل ما عمر كل ما شروشه كبرت كل ما صعب نقله. فبيجوا بسرقوا المستوطنين شجر كبير وبزرعوه بمستوطنات حتى يبين في عراقة، حتى يبين في تاريخ. فهي كمان مثل ما قلت وثيقة تاريخية عن وجود الشعب الفلسطيني. الشعار تبعكم في العربية لحماية الطبيعة بلخص هذا الشيء اللي كنتي عم تحكيه، يعني ترسيخ الإنسان بجذوره وأرضه وانتمائه. فيمكن إذا فينا نفرجي شوي على ليه اخترتوا هيدا الشيء؟ شعارنا فينا نفرجي على الكاميرا. وين هالكاميرا؟ أنا. أوكي، هذا الشعار الزيتون وجذوره هي الإنسان، جذور الإنسان. فلما يقتلع الشجر يقتلع الإنسان،
ولما يثبت الإنسان بأرضه الشجر بيزهر، ولما الشجر بيضل الإنسان بيضل موجود، فهو رابطة عضوية بين الشجر والإنسان. نعم، شو أكثر الصعوبات اللي بتواجهكم في العربية لحماية الطبيعة؟ تقصير من جهات حكومية أم يعني في غياب للثقافة البيئية في المجتمع وخصوصا بين الشباب، أو يمكن أكون غلطانة أنا، شو أكثر الصعوبات؟ اشرحي لنا شوي عن الحلول اللي ممكن نقدمها. شوفي، احنا لأنه بنشتغل على صعيد محلي وصعيد إقليمي وصعيد دولي، في المحلي لسه في لازم توعية أكثر، بده جهد أكبر. تأثيرنا على السياسات قليل لأنه لا يقدر كثير رأي المجتمع المدني في مع الأسف في منابرنا الحكومية في بلادنا. على الصعيد الدولي في عنا مشكلة مع الأسف مرات هيمنة المجتمع المدني الغربي على كمان على تحركاتنا. مرات بتحسي انه ليسمعوكي لازم تكون كثير كثير قويه، فاحنا على الصعيد الاقليمي لسه كمان مش اقوياء. يعني احنا في عندنا كذا معركه عم نخوضها، انه نثبت حالنا عالميا عبر توحيد جهودنا بالعالم العربي، هذا اللي عم نشتغل عليه. لسه هاي نقطه ضعف، لسه ما قوينا كفايه، ما عندنا موارد، خصوصا انه احنا ما بناخذ تمويل اجنبي. يعني عرض علينا تمويل مين أجنبي. بيمولكم؟ نحن متطوعين وتمويل ذاتي، وهلأ صار في عنا مصداقية، في ناس عم هلأ بعد هالسنوات صار في ناس منا، يعني من هذه المناطق هي عم تدعمنا، بس ما بناخد تمويل ولا أمريكي ولا أوروبي ولا، فهذا صعوبة كبيرة كمان. بس هلأ صرنا أقوى، صار عنا مصداقية، وعندنا أمل كبير أنه نعمل تغيير. والمعركة الثالثة كنت عم تقولي لي ثلاثة، اللي هي التمويل والوعي والهيمنة الأوروبية على المجتمع المدني العالمي. يعني مش دائما، يعني مع الأسف الشديد بقول أنه مرات المجتمع المدني الغربي بتصرف مثل حكوماته بنفس شوي استعماري، فبده يانا نكون مثل صور لا أو 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 فولكلور في المنابر الدولية، بس ما يكون إلنا قوة شريك بالمجتمع المدني العالمي. فهاي هي الصعوبات. أهمية السيادة على الأرض وال يعني الأمن الغذائي كنا عم نحكي عنه، فتنا بغير مواضيع، ما هي وكيف فينا نعززها كمان اليوم؟ هو الموارد، يعني أنا شفت أنه يعني أنت بتحكي عن الموارد الغذائية والطبيعية، منها الغاز مثلا، كل شيء. كل مواردنا اللي هي بتسهل حياتنا وهي جزء أساسي من حياتنا لازم تكون بإيدنا. لازم إحنا نقرر مثلا بالنسبة للأمن الغذائي، لازم نقرر إحنا شو بدنا ناكل وشو بدنا نزرع وأي أرض ما نزرع وشو كيف بدنا نستعمل مياهنا، لأنه بس عبر هاي السيادة بيكون إلنا كرامة وبيكون إلنا حياة. عد عن ذلك أنت شوفي الوضع. يعني شو المطلوب مننا نحن اليوم كشباب عربي لنقوم بهذا الشيء ونكون صاحبين قرار؟ أول شيء بده يكون الفكرة واضحة أنه هذا حق أنه يكون إلنا سيادة على مواردنا. لازم نضغط على صناع القرار، لازم نوحد جهودنا، لازم نتعلم لغة الحوار مع العالم، يعني التفاوض الحوار إذا تعلمناه بسمعنا العالم. صح لين؟ لين بدي أسمع رأيك كمان كشابة. طبعا أكيد جهودنا اليوم شو؟ يعني أنا ما فيني اليوم أحكي عن البيئة وأنتي لبنانية وما أتطرق لموضوع أزمة النفايات مثلا، نحن كشباب شو لازم نعمل اليوم؟ طب أنا رأيي أنه في مشكلة بالثقافة، في مشكلة بكيف يعني نحن ربينا كتير بعاد أصلا عن الطبيعة. يعني أغلبية الشباب اليوم مش مزارع، مش ما له علاقة قوية مع الطبيعة، ما له، ما بيعرف يعني حتى بقصة النفايات. يعني هلأ النفايات مبينة، بس ما معناته أنه المشكلة صار سنين وسنين القصة. يعني يعني النفايات المكبات الناعمة وهي كانت شغالة من زمان، يعني والفرز ما كان عم بيصير. يعني مش أزمة هلأ، أزمة هلأ هي أزمة هلأ بينت. وبتصور هون ببلش هاي المشكلة اللي هلأ عم تصير عم تطفشنا لنبلش
نفكر انه في انه لازم نغير ثقافتنا، يعني لازم نحن نتغير من جوا. يعني قد ايه كم واحد فينا عن جد بفكر انه يفرز عنده بالبيت وانه يبلش يشتري، انه بس ليروح على يروح يشتري اغراضه انه ينقي المواد اللي بتتحلل مثلا، انه ما اشتري بلاستيك، اشتري كرتون، علبه بدل محارم نايلون محارم يكون علبتها كرتون. مين بفكر هيك اليوم من الشباب؟ يعني ننزل ومنطالب انه يحلوا مشكله الازمه، بس هل نحن عم نغير بحالنا بممارساتنا اليوميه؟ هل نحن بقناعاتنا وبكيف عم نتصرف كل يوم تغيرنا؟ يعني كيف نتوقع نغير ونكون عامل تغيير بس لنحنا ممارساتنا اليومية ما عم نكون قراب من الأرض، ما عم نكون قراب من الطبيعة؟ نعم، إن شاء الله نكون قراب. شكراً لك لين. سيدة رزان، بدي أقول لك آخر شيء، أنتوا وصلتوا للمليونين شجرة وأعلنتم يعني بدكم توصلوا للثلاثة مليون. فينا نحن كبرنامج مترو وقناة الميادين نزرع شجرة بأرض فلسطين اليوم عن طريقكم؟ أكيد 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 أكيد. طب أنا وإن شاء الله يعني أي حدا عم يحضرنا بقول له كمان في فرصة أنه أنت تقدر تزرع شجرة إن كان بأرض فلسطين أو أي أرض أخرى أنتوا عم بتشتغلوا فيها. شكرا كتير لوجودكم معنا اليوم، نحن تعرفنا على الطبيعة بنظرة أخرى، وإن شاء الله كل الناس اللي سمعونا اليوم يقدروا يكونوا استفادوا. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. الرحلة مستمرة أعزائي المشاهدين، أخبار الشبكة. جذورها تمتد إلى ما لا نهاية وجذعها يشهد على مئات الحقبات، تتبدل الحضارات فيما تبقى هي في مكانها شامخة غير متزحزحة. هذا هو حال هذه الشجرة، شجرة الزيتون في القدس المحتلة، والتي تشير تقديرات إلى أن عمرها يصل إلى 5000 سنة. شبكة شباب الإخبارية نشرت هذه الصورة ونسبتها لعدسة محمد معطان. كان التفاعل مع هذه الصورة بمستوى كبير جدا من حيث الإعجاب والمشاركة. دعونا نرى بعض التعليقات على هذه الصورة. يتم طوال الوقت ابتكار طرق جديدة وغنية لتسهيل عملية القطاف. من آخر ما تم ابتكاره هو آلة تقنية جديدة تعمل على قطاف الزيتون بطريقة سريعة. لا ندري من صور هذه الآلة وأين، لسبب بسيط وهو أن الكثير من مستخدمي التواصل الاجتماعي تداولوا الفيديو ونشروه. يبدو أن هذه الآلة لاقت رواجا كبيرا خصوصا عند رواد الشبكة. نشاهد. ياسين يوسف شقير قام بتصوير وإخراج ونشر فيديو باسم زيت الهوى. الفيديو يظهر امرأة فلسطينية تقوم بعصر الزيتون بالطريقة اليدوية القديمة في بلدة الزاوية في فلسطين. الفيديو الذي يمكن اعتباره توثيقيا لأعمال يدوية تراثية وثقافية يأخذنا إلى فلسطين وإلى زمن البساطة والأصالة. نشاهد جزءا من هذا الفيلم.
أن الحمامة وغصن الزيتون يرمزان إلى السلام، لكن ما هو السبب وراء ذلك؟ إلى معلومة موجزة. في ثقافتنا الحضارية تشير المراجع إلى أن النبي نوح عليه السلام ركب السفينة هو وكل من معه حتى ينجو من الغرق الذي غمر اليابسة بالمياه، وعندما انتهى الطوفان واستقرت السفينة على جبل الجودي ضمن سلسلة جبال أرارات التركية حيث كان مكان الطوفان حينها، حتى أرسل النبي حمامة لترى وتستطلع الأرض وتستوضح ما إذا كان الفيضان قد انتهى. فخرجت الحمامة واستطلعت المكان وهبطت إلى الأرض والتقطت غصن الزيتون وحملته إلى سيدنا نوح ليكون ذلك دليل على انتهاء الطوفان العظيم. ومنذ ذلك الوقت تم ترسيخ الحمامة وفي فمها غصن الزيتون كرمز للسلام. من جهة أخرى نرى أن شعار الأمم المتحدة يتكون من خريطة العالم محاطة بغصنين من أغصان شجر الزيتون، وتشير الأمم المتحدة في منشوراتها إلى أن دلالة هذين الرمزين واضحة، إذ يرجع استخدام غصن شجر الزيتون إلى أيام الإغريق حيث كان يستخدم كرمز للسلام. على أمل السلام وفقط السلام ننتقل إلى نوافذ مترو. سؤالنا على الفيسبوك كان برأيكم ما هي القيمة المادية والمعنوية لشجرة الزيتون؟ علق محمد من الجزائر: مرفوع القامة أمشي وعلى كتفي حبة زيتون، هي شجرة مباركة وهي رمز للمقاومة. أما محمد فأضاف: شجرة الزيتون الأولى وجدت في سوريا. وكتب مصطفى: يكفي أنها ذكرت في القرآن الكريم وأقسم الله بهذه الشجرة المباركة. وأخيرا أحمد: شجرة الزيتون تمثل نضال الشعب الفلسطيني. هي شجرة البركة، الأجداد والأحفاد، هي من روح هذه الأرض ولها تعددت الحضارات والثقافات وبقيت أغصانها رمزاً للسلام منذ أن تكون الكون. على أمل أن يحل السلام في أرض ووطن ومنبت هذه الشجرة نستودعكم. لقاؤنا يتجدد الأسبوع المقبل من مترو.